شركات العمرة تخرج من السوق بسبب مخالفات تأخير عودة المعتمرين لبلادهم في الوقت المحدد لتأشيرة العمرة. 500 شركة عمرة متهمة بعدم التبليغ عن المعتمرين المتأخرين عن العودة إلى بلادهم، رغم أنهم عادوا إلى بلادهم وغادروا المملكة، ولكنهم تأخروا عدد من الأيام بسبب تأخير حجوزات الطيران أو بسبب ازدحام المطارات أو بسبب ظروف خارجة عن الإرادة، لكنهم جميعهم غادروا المملكة وغير متخلفين. من 15 سنة احنا نجيب المعتمرين كل سنة، اللي يحصل معانا المعتمرين خاصة العرب والمسلمين ياتوا رمضان، التكدس الكبير من أعداد المعتمرين تأتي في رمضان. الآن للأسف إدارة الوافدين ووزارة الحج تريد أن تغرمنا وتفرض علينا عقوبات، وللأسف الشديد بأثر رجعي عن السنة الماضية واللي قبل الماضية. في ظل هذا الجائحة وفي ظل كورونا المفروض نأخذ دعم ونلقى مساندة كبيرة ونلقى أمور، بالعكس الآن نطارد من إدارة الوافدين في الجوازات بهذه الغرامات والخطابات تلاحقنا والحضور والتهديد والوعيد من قبل إدارة الوافدين. إذا ما أخذنا دعم، إذا ما أخذنا أمور، ما فوق هذا كله نطالب بغرامات بمئات الملايين. وزارة الحج والعمرة المعني الأول التزمت بدعم شركة العمرة بأربعة شروط. طبعا في معتمرين وعددهم كان جدا كبير كانوا موجودين في المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة حسب البرامج المتعاقدين عليها مع شركات العمرة السعودية. لما صار هذا القرار المنافذ الجوية أغلقت والمنافذ البحرية أغلقت كذلك البرية، قامت الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لأخذ ظروف استثنائية مع التأكيد على تقديم كافة الخدمات للمعتمرين أثناء فترة قامتهم في المملكة. طبعا وصلنا لمرحلة أنه التأشيرة ومدة صلاحية الإقامة النظامية للمعتمر في المملكة حسب التأشيرة هي 30 يوم، في بعض المعتمرين ومجموعة منهم تعدوا هذا الوقت. الوزارة بالتنسيق مع جهات ذات العلاقة في المملكة اللي بتضع أيضا الضوابط والشروط اللي تحفظ بتكون للمملكة العربية السعودية وضعتها أيضا ضمن الاعتبار، فصدرت عدة قرارات وعدة توجيهات بمراعاة هذه الحالات اللي هي تندرج تحت مسمى القوة القاهرة. فإحنا نتكلم الغرامة اليوم المفروضة على شركات العمرة من الجهات ذات الاختصاص هي غرامة التأخر عن التأخر في الإبلاغ عن تأخر هؤلاء المعتمرين. هذه الغرامة تندرج تحت 5 بنود رئيسية، 4 بنود منها هم معفيين من هذه الغرامة في حال الالتزام بالإبلاغ فقط عن تأخر هؤلاء المعتمرين. بمعنى أنا لو عندي معتمرين وتأخروا عن المغادرة وأبلغت الجهة المختصة ما حتكون عليك أي غرامة، وهي 4 حالات من ضمنها القوة القاهرة زي جائحة كورونا. الحالة الأخيرة اللي بتفرض عليه الغرامة هو وجود المعتمر في المملكة وعدم الإبلاغ عن تأخره، هنا بتقر عليك هذه الغرامة. طبعا لما نيجي نشوف هذا البند هو هدفه الأصيل هو الحفاظ على جودة الخدمات وفعلا أنه متابعة حثيثة للمعتمر وتقديم كافة الدعم اللازم لي أثناء فترة إقامته في المملكة. في ظل أزمة اقتصادية لقطاع العمرة لا يرجو أصحاب شركات العمرة سوى نقطة التقاء تشفع لهم إسقاط مخالفات تأخير المعتمرين الطارئة بسبب جائحة كورونا وتعليق الطيران والعمرة وغيرها مع إدارة الوافدين بالجوازات السعودية ووزارة الحج والعمرة معا. بدر الشريف، MBC.